Prematurely exclusive design alternatives are being considered. The estimated sales and cost data for each alternative are given on page 316 of the schedule. The MAR is 20% per year, with annual revenues and are based on the number of units sold. يعني انت اليونت سولد اهو وادي العدد اللي بيتباع كل سنة. And the selling price. والانيوال اكسبنسز ار بيزد اون فيكسد كوست، في فيكسد كوست كل سنه زي الانيوال اكسبنسز فيكسد اهي، والفاريبل كوستس يعني ايش كتر بيكلفني اليونت. ديتيرمين ويتش سيلكشن از بريفرابل بيزد اون انيوال وورث ستيت يور اسامبشن. احنا نحسب الانيوال وورث كلهم متساويين المده، كان ينفع حاجه تانية بس يعني هننسى. هو طلب على 20% لكل مشروع بيساوي ايه؟ شوف احنا عندنا مبلغ في البداية ماينس بي، لازم اقول كده ايه جيفن بي 20% و 10 سنين. طيب خلصنا من ده. بعدين الاستيميتد يونتس تو بي سولد نضربه في اليونت سيلينج برايس، يبقى اقول زائد ده فلوس داخلالي زائد ال N، ده N وده P. ال N فيه ال R اللي هو سعر الحبة. طب الفاريبل كوست ناقص ال N في ال V. مين ال N؟ قلنا دي ال V اللي هو سعر تكلفة الحبة. ال annual expenses fixed cost اقول ماينس ده ثابت. الماركت فاليو اقول زائد الاس في A given F 20% و10 سنين. تعالوا نطبق الكلام ده على الارقام اللي عندنا. الانيوال وورث 20% للمشروع A ماينس هيكلفني 30,000 في البداية في الرقم اللي هنجيبه من الجدول، زائد ال N بنبيع 15,000 في سعر الحبة 3.5، بيكلفني 15,000 في سعر الحبة دولار. وبعدين الانيوال اكسبنسز 15,000، لا ناقص مش زائد، ومفيش سالفج، بس خلينا نشطب البلاس دي نخليها ماينس. وتعالوا نحسب ال A given B 20% قدامي اهي وعشر سنين 2 3 8 5. طالما كده يبقى ال A given F شيل بوينت 2 يبقى بوينت O 3 8 5. جيبها من الجدول او اطرح من دي ال I بوينت 2 يطلع بوينت O 3 5 اللي هو ده بوينت 2 3 8 5. هنا مفيش حاجة لأن صفر، مفيش سالفش، السالفش بصفر، سالفش بصفر، وده الـ A. طب تعالوا نحسب هيكلفني كام البروجكت الأولاني أو هكسب منه كام. ماينس 30,000 في بوينت 2 3 8 5، هبيع 15,000 حبة في 3.5، ماينس 15,000 هيكلفوني في 1، وماينس 15,000 سنوي. طلع ان انا هكسب كل سنة الرقم الجميل ده اللي هو 1 5 15,000 3 4 5. ده المشروع الاولاني اللي هو ايه. طب ما تيجي نشوف البي. الانيوال وورث 20% للبي بيكلفني كام في الاول؟ 60,000، اغلى شوية،
وبعدين هبيع 20,000 حبة في سعر الحبة 4.4. هيكلفوني 20,000 حبة في الوحدة $1,400. في annual expenses 30,000، برضو نسينا وحطينا بلس، ده ماينس. وبعدين تكلفة مش تكلفة السلفش بتاعنا من الصفر، لا ده 20,000 في 0.0385. 60,000 دي نضربها في 0.2385. تعالوا نحسب كده الايه، 60,000 احولها لايه، 0.2385. 20,000 حبة هبيعهم الواحدة ب4.4، وهدفع عليهم 1.4 الحبة، وهتكلف 30,000 fixed cost، وهاخد سلفش 20,000 احوله لإيه؟ هكسب من المشروع ب16,460 كل سنة. مبدئيا كده البي احسن من الايه، بس محتاجين نشوف السي. الانيوال وورس 20% للسي بنفس الطريقة بقى، ماينس هتكلف في البداية 50,000 وهبيع 18,000 حبة في سعر الحبة $4.100، وهتكلف عليهم 18,000 حبة في 1.15، وكمان هتكلف 26,000 كل سنة، بس هاخد سلفج 15,000. نضرب ده في حاجة ونضرب ده في حاجة، ده في 0.2385 وده في 0.0385. تعالى نحسب، ماينس 50,000 في 0.2385 عشان احوله ايه، زائد 18,000 ضرب 4.1 ناقص 18,000 في 1.15، و26,000 تكلفة ثابتة، وال15,000 احولها ايه، 0.0385. طلع ان انا هكسب كل سنة 15,752. ايه رأيكم؟ تحب تكسب 15,300 ولا 16,400 ولا 15,700؟ دي 16 يبقى ده البست. خلينا نقول select، ليه؟ لأنه أكبر ربح.